السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله راجع لكم فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفة النهاردة وصفة تحفة جدا في تبييض الوجه، بالذات يعني منطقة الوجه أو الجسم بشكل عام. هتفتح معاكي الوجه من 4 لـ5 درجات في أقل من نص ساعة، نتائجها مبهرة. كمان مش بس كده، هتشيل معاكي أي تجاعيد تحت العينين، عند الجبهة، عند الفم، عند يعني في منطقة الخدود. وبترفع كمان، بتشد جدا الوش وبترفعه، بتبيضه جدا. كمان بتزيل أي هالات سودة، أي رؤوس سودة، أي رؤوس بيضة. وكمان بتوحد لون البشرة لو عندك بقع في وشك، كلف أو نمش. الوصفة دي تحفة، هتجيب معاكي من الآخر في كتفتيح أو إزالة للتجاعيد. وكمان هتخليكي لو داومتي عليها هتخليكي مش هتحتاجي تحطي أي ميك اب، هتخلي بشرتك زي الطفلة، بيضة جدا وناعمة، مفيش فيها أي عيوب. قبل ما أقول الوصفة، منسيش تعملي باللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس. أول حاجة هجيب كده الطبق اللي هعمل في الوصفة، واول مكون معايا وهو الزبادي او الياغورت او الدمل. هاخد منه حوالي 2 معلقة صغيرين. المقدار ده تقدري تضعفيه، لكن انا هستعمل يعني كشخص واحد بس. تقدري تستخدمي تضعف الكمية لو حد هيستخدم معاكي الماسك. انا هاخد 2 معلقة صغيرين من الزبادي. طبعا الزبادي فيه بروتينات كتير مضاد لشيخوخة البشرة، وبيخلي البشرة تبدو أصغر من سنها كتير جدا، وبيشيل أي جلد ميت، وكمان بيفتح وبيبيض. أنا خدت 2 معلقة صغيرين زبادي. هاخد بقى عليهم المكون بقى التحفة ده، وهو معايا 2 معلقة بالشكل ده صغيرة من دقيق الأرز. أهو دي الارز، ناس كتير ما تعرفش فوائده التحفه للبشره، بيصغر البشره، بيشيل اي تجاعيد، بيبيض بطريقه رهيبه. وصفه اصلا، الوصفه اللي انا هعملها لكم النهارده دي وصفه كوريه لتفتيح البشره وازاله التجاعيد. هقلب المكونات كويس قوي شويه. و تالت مكون هحطه بقى، وهو بالشكل ده النشا او الكورن فلاور او المايزينا. هاخد منه برضو 2 معلقة صغيرة كده مليانة من النشا او المايزينا. النشا برضو بتفتح جدا، واغلب منتجات التجميل وكريمات التجميل اللي بنلاقيها غالية اصلا بتحتوي على النشا. النشا بتحتوي على فيتامين الف اللي بيفتح جدا وبيبيض وبيشيل اي تجاعيد برضو، وبيخلي البشرة ما تحتاجيش ان انت تحطي عليها مكياج، لان هو بيخفي اي عيوب. كده حطيت 2 معلقة صغيرة مليانة من النشا. واخر حاجة هضيفها وهو الدقيق بالشكل ده كده، الدقيق الابيض او مش عارفة بيسموه الفلاور او في دول المغرب. هاخد برضو منه 2 معلقة صغيرة مليانة اهي بالشكل ده اهو. وابتدي بقى ان انا امزج المكونات دي كويس قوي. بقت معايا زي شكل الكريم بالظبط، يعني زي الكريمات اللي بنشتريها من بره، لكن دي مكوناتها في كل بيت ومش هتجيبي اي حاجة من بره. اهو اتحداكي ان الوصفة دي هتجيب معاكي نتيجة خرافية من اول مرة، وهتفتح ومش هتقدر تستغني عنها. هطبق لكم جزء يعني حتة على ايدي عشان تشوفوا قوامها عامل ازاي. بالشكل ده هتبتدي تفردي الوصفة دي على بشرة تكون نظيفة، تكوني غاسلة وشك بالغسول المناسب، وبعد كده تنشفيها وتحطي الخليط ده يعني طبق رقيقة كده على وشك، وتسيبي الخليط ده نص ساعة على وشك. بعد كده لما تشيليه تقشر، تبتدي تقشريه يعني بحركة خفيفة كده عشان تقشر معاكي الجلد الميت. لك ان تتخيلي بياض وصفاء بشرتك بعد الوصفة دي، هتنبهري بجمال وبياض بشرتك. هتكرري الوصفة دي 2 مرات في الأسبوع عشان تلاقي نتيجة مبهرة. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.